أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد على ما تشكله الرياضة من وسيلة للتواصل والتقارب بين مختلف المجتمعات والشعوب وتعزيز القيم الرياضية لدى الشباب من التنافس الشريف والعمل الجماعي والتحلي بقوة الإرادة. وقال سموه: إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله قد حرصت على الاعتناء بالنهوض بالجانب الرياضي وتشجيع الطاقات في هذا المجال وتعزيز التعاون مع مختلف المنظمات الرياضية المتخصصة. جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع اليوم مع أعضاء لجنة الملف الأمريكي الكندي المكسيكي للترشح لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، رئيس اتحاد كرة القدم الأمريكي السيد كارلوس كوديرو، ورئيس اتحاد كرة القدم المكسيكي السيد ديسيو دي ماريا، ورئيس اتحاد كرة القدم الكندي السيد بيتر مونتوبلي، وذلك بحضور سعادة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة. ورحب سمو نائب جلالة الملك المفدى بزيارة الوفد الرياضي منوها بالعلاقات الطيبة التي تجمع مملكة البحرين مع بلدانهم، ومتمنيا التوفيق لهم خلال زيارتهم إلى البحرين.